كانت الخلافة العباسية قد انتعشت بعد تولي الخليفة المعتمد على الله المنصب الرفيع، وكان ذلك في عام 256 هجرياً، وعاد لها ما كانت تتمتع به من هيبة وإجلال، وانقضى نفوذ الأتراك الذين عبثوا بالخلفاء، واستبدوا بالحكم دونهم، ولم يعد لهم من الأمر شيء، ولم يكن الخليفة المعتمد هو الذي يقف وراء هذا الانتعاش الذي تشهده الخلافة، وإنما كان أخوه وولي عهده الموفق طلحة هو باعث هذه الصحوة، وكان قائدا ماهرا وفذا ذا همة عالية وعزيمة قوية، تمكن من الإمساك بزمام الأمور وقيادة الجند ومحاربة الأعداء والمرابطة على الثغور وتعيين الوزراء والأمراء، وكان قضاؤه على ثورة الزنج أعظم إنجاز له، وكانت ثورة عارمة دامت أكثر من 14 عاماً وكادت تعصف بالخلافة. توفي الموفق في عام 278 هجرياً بعد أن أعاد هيبة الخلافة وثبت سلطة الحكومة المركزية، فبايع الخليفة المعتمد على الله ابن أخيه العباس بولاية العهد الثانية بعد ابنه المفوض إلى الله، ولقبه بالمعتضد بالله، هذا الذي نتكلم عنه في هذا الفيديو، وانتقلت إليه سلطات أبيه الموفق. وكان المعتضد بالله مثل أبيه في الحزم والرأي والشجاعة، شارك أباه في حروبه ضد الزنج وفي أعماله الإدارية، فاكتسب خبرة واسعة ونال ثقة الجند وتقديرهم، ولذلك لم يقنع بولاية العهد الثانية، وتطلع أن يكون خليفة بعد المعتمد مباشرة لا بعد ابنه، وكان الجند في صفه، ولم يجد عمه المعتمد بدا من الرضوخ لابن أخيه، فبايعه بولاية العهد بعده وعزل ابنه منها. ولم تدم حياة المعتمد طويلا، حيث توفي بعد أشهر قليلة، وكان ذلك في 19 من رجب في عام 279. خلافة المعتضد بالله. لما بويع المعتضد بالخلافة سار على نهج أبيه الموفق في الحزم والعزم، وسلك مسلكه في إقامة العدل وإقرار الأمن وإشاعة السلام، ولذلك كان ينهض على الفور حين تشب فتنة وتشتعل ثورة فيقضي عليها مباشرة ويخرج إليها بنفسه، دلالة على عنايته بها وإدراكه لخطورتها إذا أهمل في تداركها وقمعها. وكانت الفترة التي ولي فيها المعتضد الخلافة فترة قلق والثورات، ولكن الخليفة اليقظ قضى عليها ولم يدعها تتفاقم وتزداد اشتعالا، ومن ثم شهدت الخلافة استقرارا وهدوءا، فأخمد ثورة بني شيبان بأرض الجزيرة في عام 280، وكانوا يهاجمون المدن ويقتلون الناس ويسلبون أموالهم، كما قضى بعد ذلك بعام على ثورة حمدان بن حمدون الذي كان يطمح في تأسيس إمارة له، أيضا استولى على قلعة ماردين وتحصن بها، وقمع الخليفة ثورة الخوارج في الموصل كذلك التي تزعمها هارون بن عبد الله الشاري. وشهدت فترة المعتضد ظهور حركة القرامطة، حيث قدم الكوفة في عام 278 رجل يدعى حمدان قرمط وأقام بها، وتظاهر بالعبادة والزهد والدعوة إلى إمام من آل البيت، فلقيت دعوته نجاحا عند أنصار العلويين، وبعد أن وثق من بعضهم بدأ في بث دعوته الغريبة وأفكاره البعيدة عن الإسلام، ثم اشتد خطر هذه الحركة بعد ظهور زعيمها في البحرين وهو أبو سعيد الجنابي، الذي استطاع أن يبسط نفوذه على البحرين وهجر وكسب أنصارا كثيرين، وتحولت البحرين إلى مركز للقرامطة ومعقلا لنشاطهم، وخرجت منه حملاتهم الحربية لنشر أفكارهم الهدامة تحت شعارات براقة يخدعون بها البسطاء. ولم ينجح الخليفة في القضاء على هذه الحركة لأنه لم يقدر خطورتها حق قدرها، وصرف جهده إلى قمع فتن كانت تبدو لديه أكثر خطورة منها. ويجدر بالذكر أنه ظهر في أيامه ابن حوشب في بلاد اليمن، حيث كان يقوم بنشر الدعوة للمهدي الفاطمي الذي كان يدعو للفاطميين في بلاد المغرب، إلى أن تمكن من إقامة دولتهم في المغرب بعد ذلك. وأيا كان الأمر، فإن الخلافة لم تهتز إزاء هذه الفتنة والثورات، واستطاع بحزمه أن يثبت أركان الدولة وأن يعيد إليها سلطاتها ونفوذها. يصف المؤرخون الخليفة المعتضد بأنه كان حازما مع قواده،
شديد الوطأة عليهم، إذا غضب على واحد منهم أمر بإلقائه في حفرة وردم عليه، ولذلك سكنت فتنة الأتراك، ولم يجرؤ واحد منهم على إحداث شغب أو إثارة فتنة، وكان يسمى السفاح الثاني، لأنه جدد ملك بني العباس، مثلما أقام أبو العباس السفاح دولتهم، ومع هذه القسوة البالغة كان عادلاً مع رعيته، فقد دفع عنهم الظلم وأسقط عنهم المكوس والضرائب، وأبطل ديون المواريث، وكان أصحاب التركات يلقون منه عنة، وأمر برد ما يفضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام، وكان لاستقرار الدولة في عهده نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي، فعنيت الدولة في عهده بأمور الري، وتسليف الفلاحين الحبوب والحيوانات، وأخر موعد استيفاء الخراج. كان المعتضد ملكا شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد خلفاء بني العباس، وكان يقدم على الأسد وحده لشجاعته، وكان قليل الرحمة، إذا غضب على قائد أمر بأن يلقى في حفيرة ويردم عليه، وكان ذا سياسة عظيمة. ومما يروى في ذلك أن ثلاثة غلمان نزلوا في منشأة عامة من منشآت الدولة وخربوها، فأتى بهم المعتضد وضرب أعناقهم من الغد، ثم بعد ذلك بأيام سأل الخليفة صديقه عبد الله بن حمدون: اصدقني فيما ينكر علي الناس، فقلت: الدماء. قال: والله ما سفكت دما حراما منذ وليت. فقال عبد الله: فلما قتلت أحمد بن الطيب؟ قال: دعاني إلى الإلحاد فقتلته. فقال عبد الله: فلماذا قتلت الثلاثة الذين نزلوا في تلك المنشأة؟ فقال الخليفة: والله ما قتلتهم، وإنما قتلت ثلاثة مجرمين آخرين كانوا قد قتلوا قبل ذلك، وجريمة القتل القتل مثله، وأوهمت الناس أنهم هم الغلمان الثلاثة. وفي أول سنة استخلف فيها المعتضد، منع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها، ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق، وأزال سنة المجوس. توفي الخليفة المعتضد بعد أن حكمت دولة 9 سنوات و9 أشهر، أعاد لها هيبتها ومجدها، وخلفه ابنه علي المكتفي، ولم يكن مثل أبيه من الحزم والشدة، فدخلت الدولة في مرحلة الضعف والتفكك. إذا كنت من عشاق التاريخ الإسلامي من معارك ومبارزات وحروب وقصص الصحابة والتابعين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء وأجمل قصص العرب في الجاهلية والإسلام، ندعوك للاشتراك في قناتنا والضغط على زر اللايك حتى نواصل في نشر المزيد إن شاء الله.